The capacitors C1 equals 6 microfarad, C2 8 microfarad, and C3 14 are connected as shown in the figure to a potential difference V, مش معروف كام, that charge on the capacitor C3 is مديهولنا 20 مايكرو كولومب. بيقول لي find the potential difference. الـ Q3 هي الـ Q اللي بتمر تتقسم أو تتوزع هنا وتتجمع, هي نفس الـ Q اللي في الدايرة. محتاجين نعرف الـ C equivalent ومنها نعرف الـ V. الـ C equivalent عبارة عن إيه؟ الـ C1 مع الـ C2 دول بارايل فيتجمعوا. نقول داش مثلا, وبعدين السي ايكويفالنت كلها بتساوي الاول هنا 6 مع 8 14 مايكرو فراد, بعدين السي ايكويفالنت الكلية للدايرة 14 في سي 3 على 14 زائد سي 3, هي برضو دي 14 دي 14, فمعناه ناخد النص على طول طالما الاتنين نفس القيمة يبقى 7 مايكرو فراد. عندنا C equivalent نقدر كده نقول ان Q للدايرة بتساوي C equivalent في ال V. عندنا ال Q 20 مايكرو كولوم 7 مايكرو فراد, اذا ال V 20 على 7 يعني 2 وشوية, 20 تقسيم 7 2.86 فولت.